هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء. حينما تجد في كتب الفقه الدخيل أن إماما من أئمة أهل البيت أصبح مجرد مرشد، كيفية سرقة الشرف بأدق التفاصيل، وجها الناس لأساليب احتيال معينة لتجاوز العقبات وتغطية الطامات، حينها فتش عن المزور، المزور الذي زور والمفتر الذي افترى على آل البيت الأطهار. إن إلصاق الشيعة لأهل البيت بهذه الكلمات الباطلة هو إهانة لأهل البيت، ولو كانوا حقا يحبون أهل البيت ما نسبوا إليهم مثل هذه الأفعال التي ليست في حقيقتها إلا زنا متستر باسم الإسلام. فقه الفكر الدخيل فقه يدعو إلى تحويل المجتمع المسلم من مجتمع حريص على الفضيلة إلى مجتمع ساع وحريص على الرذيلة. فمن يطلع على الفتاوى الشيعية المعاصرة لكبار علماء طائفة الفكر الدخيل يجد أن هذا الفكر قائم على كل انحراف وشذوذ. فمن أين أتوا بذلك وديننا الإسلامي دين عفة وطهارة؟ هناك صراع حضاري قديم بين العرب وبين الفرس منذ أن وجد الإنسان في هضبة إيران وفي بلاد الرافدين والجزيرة العربية أو الخليج، شواطئ الخليج، ويمتد هذا الصراع أحياناً فيتصل بمصر وشمال إفريقيا ويتوسع إلى شمال الشام أيضاً في طريقه. الحضارة العربية والحضارة الفارسية تتقاتل فيما بينها. حينما جاء الإسلام وأنهى الدولة الفارسية تماماً تخفى هذا الصراع بلباس الإسلام ولباس العرب، لأن الحضارات حينما تغلب حضارة الحضارة المغلوبة تحاول أن تتغلب على الحضارة الغالبة بأن تتقمص شخصيتها ومظهرها. فتقمص الفرس دين الإسلام فأخرج لنا التشيع الفارسي. نكاح المتعة هذا تقليد زرادشتي موجود في الديانة الزرادشتية، وهذا معروف، وارجعوا إلى كتاب شهل الحائري عن المتعة، ودراسة اجتماعية أخذت فيه دكتوراه، وهي إيرانية وبنت أحد المراجع، تتكلم بالتفصيل وتذكر هذه الحقيقة أن نكاح المتعة هو تقليد زرادشتي. فإذن نكاح المتعة هو تعبير، هو موضوع من موضوعات الحضارة الفارسية التي غزت بها الحضارة العربية، لكن غلفتها بالدين لأن الحضارة العربية انتصرت والحضارة العربية كانت أقوى منها، وإلا فهذا النكاح ليس له علاقة لا بالإسلام ولا بأخلاق العرب بتاتا. يعني لو كان نكاح المتعة يعني أمرا حرمه إنسان لا حرمه العرب بتلقائيتهم، يعني لماذا؟ لأن الثقافة العربية تأبى هذا النوع من العلاقات. إنما هي شهوة كامنة في نفوسهم يهيئونها لأنفسهم ليستمتعوا منها بالبنات البكارة باسم الدين والعياذ بالله، وباسم جواز ذلك في الشريعة، مع العلم أن أئمة أهل السنة لا يجيزون هذا جمهورهم، ويرون أن هذا زواج باطل وفاسد جملة وتفصيلا. نشر الموقع الرسمي لأكبر عالم شيعي معاصر السيستاني مجموعة كبيرة من فتاويه وآرائه الفقهية. فما هي هذه الفتاوى والآراء؟ السؤال: ما هو حكم استماع الدعاء أثناء المعاشرة الجنسية بين الزوج وزوجته؟ ونفس السؤال بالنسبة لاستماع للقرآن الكريم. الجواب: لا مانع منه. أما عن سماع القرآن وسماع الأدعية أثناء ممارسة الجنس بين الزوج والزوجة، يعني الممارسة الشرعية، وقول هذا المرجعية من مراجع الشيعة، فهذا لا يجوز شرعا، لأن القرآن والدعاء ذكر،
ولا يجوز أن يجمع الشهوة وإن كانت فيها طاعة لله عز وجل، لأن الله عز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. لكن يرى علماء أهل السنة أن هذا لا يجوز شرعا، لأن القرآن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. السؤال: ما هو حكم تغيير الجنس؟ ماذا لو تغير جنس كل من الزوج والزوجة لأن صار الرجل امرأة والمرأة رجل؟ الجواب: يجوز في حد ذاته لو أمكن بصورة واقعية، وأما مجرد تغيير بعض الظواهر فلا يعد منه، ولو فرض تحقق ذلك بين الزوج والزوجة بطل العقد. ليست المسألة يا سيدي في تغيير الجنس إذا كانت العقول غيرت، غيروا دينهم وغيروا عقولهم فسهل عليهم تغيير الجنس. يعني أنا لا أصدق مثل هذه الفتاوى إلا أنها تصدر عن رجل لا يحترم عقول الآخرين، رجل برجولته المعودة، الرجل يحول نفسه إلى امرأة تنكح وما أدري بقى يتمتع فيها ولا لا. السؤال: هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الإطمئنان بعدم حصول الإثارة؟ الجواب: إذا كانت من اللقطات الخلاعية فالأحوط ترك النظر إليها. أقول لهذا المرجع ولغيره: هل يجوز أن تصور نفسك وزوجتك في موضع جنسي غير مثير ثم تعرضه للأمة لتشاهده وتقول أن هذا جائز لأنه غير مثير؟ إذا كان يرضى ذلك فنحن لا نرضى. السؤال: هل يجوز العقد المتعة في الهاتف إذا كان جامعا للشرائط حيث المهر والمدة والصيغة؟ الجواب: لا مانع من إجراء العقد عن طريق المكالمة الهاتفية. هل باسم الإسلام سنجيز الدعارة؟ هذه ليست إلا دعارة، وليس إلا زنا مقنع، وليس إلا زنا يرفعون عليه والعياذ بالله اسم هذا الدين القيم. هذا محرم بكل الأبعاد وبكل التفاصيل. السؤال: هل يجوز أن تمتهن المرأة أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها؟ الجواب: يجوز. ما الفرق بين نكاح المتعة والزواج والزنا؟ ما الفرق بين نكاح المتعة والزنا؟ ليس هناك من فرق قط. ممارسة زنوية فيها كل مفاسد الزنا، من عدم الإحصان إلى سفح الشهوة إلى الأمراض إلى القلق الذي ينتاب العوائل إلى ضياع الأولاد، واعتبروا بإيران وما يحصل فيها. أفيقال عن هذا النكاح نكاحا شرعيا ثم لا يكتفى بأن يقال عنه شرعي حتى يأتي المرجع الأكبر للشيعة وكل مراجع هكذا فيفتي على موقعه، يسأله سائل يقول له يجوز أن تمتهن المرأة المتعة بالشروط الشرعية؟ شنو الشروط الشرعية؟ هذا بالضبط كما يقال يجوز شرب الخمر بالشروط الشرعية. أي شروط شرعية للمتعة؟ المتعة ليس فيها شاهد وليس فيها ولي، ولا تسأل المرأة إن كانت متزوجة أم غير متزوجة، فما بقي بينها وبين الزنا. المتعة أن تأتي المرأة للرجل أو يأتي الرجل للمرأة فتقول له متعتك نفسي، فيقول قبلت على مد من شعير، على سواك، على قلم، أم قلم رصاص مو قلم حبر، أو ما تأخذ منه شيء، مهم اتفاق. كيف يحلل هذا؟ ثم كيف تمتهن المرأة هذه المهنة؟ هذه المرأة إذن امتهنت الزنا، المرأة إذن امتهنت الزنا لأن كل آثار الزنا موجودة في مثل هذا النكاح. يا أخي، هذا الذي أجاز للمرأة أن تتمتع أو تتزوج زوج المتعة أو يحلها الزنا من أجل أن تتكسب أو تترضى
ترزق؟ أقول له: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. كان من أولى، من باب أولى، أن يدعو الأمة كما دعا الإسلام ونبي الإسلام أن يكفلوا أمثال هؤلاء ويصونوا أعراضهم، فإن الحرة لا تأكل بثدييها، كما قالت هند حين راحت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزنين. قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ وكما يقولون: تموت الحرة ولا تأكل بثدييها.